هذا موضوع عملنا فيه جولة ككتلة نواب كتائب، عملنا فيه جولة عند الوسطاء العقاريين، مؤسسة العامة للإسكان، وزير المالية، ورجعت أنا كعضو بلجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط كمان عملنا مع النواب زملاء النواب، عملنا جولة عند وزير المالية، اجتمعنا مع الوزير الاقتصاد، ورحنا عند حاكم مصرف لبنان. حاكم مصرف لبنان. طيب آخر شيء، لما رحتوا عند حاكم مصرف لبنان تبلش من الآخر، أكدت حضرتك أنه كنت من المجتمعين، شو خبرية 5000 ليرة ورفع التي في آل 15%، هو شو الطرح اللي طرحه الحاكم، وهل انفهم بالصيغة اللي تم نقله فيها؟ أول شيء تضخم كتير الموضوع وأخذ، هو شو صار بهذا الشيء؟ شو قال الحاكم؟ نحن زيارتنا كانت سمع منه أنه شو هن الحلول المتاحة قدامنا اليوم، لا نرجع نعيد تفعيل موضوع الكروت صندوق الإسكان يرجع يتفعل والمؤسسة العامة. كان هو الحاكم منه شايف قدرة على أنه نمول صندوق مستقل للإسكان أو المؤسسة العامة، يعني نرجع نفعل هذا الموضوع إلا بزيادة الضرائب، وعطى إذا بدك بانوراما عن الوضع اللي ضاغط بكتير مزارب منه. اللي طرحه هو نعم طرح طرح تبهي، هو مش جاي يفرض في مخارج، هو عم بقول انه وحده منهم زياده التي في والبنزين. هون سالني قد ايه فكره انه ينزل البنزين تنقدر نحل هالمشكل، كان الجواب 5000 غير اللي هي المقطوعه المفروضه كضريبه من الدوله على البنزين اللي هي 10000 ليره يمكن او شيء بدلها 14 ايه. وهذا موضوع بدق بالناس كلها، وهذا موضوع ولو عنا نحن نقل كيف يعني اذا بدك انت تشجع قروض اسكانيه لتحل ازمه اقتصاديه بتزيد 5000 ليره على البنزين وبتزيد ترفع ضرائب تي في على كل المواطنين اللي هي شريك يعني الضريبه المباشره تطال كل المواطنين 15%، هذا مخرج اقتصادي يعتبر يعني ما في عندنا مخارج اخرى بنظر الحاكم هيك بنظر الحاكم بنظر الحاكم هو الحلول المتاحه. شو قلتوا انتم بهيك؟ انا كان عندي الطرح يلي كنا طارحينه قبل ككتله نواب الكتائب، يلي هو رسم من المصارف لتمويل الاسكان، لانه اصلا يعني رسم من المصارف. انتم شو اقتراحكم؟ شو يعني رسم؟ نحن ما قدمنا قانون. لا انتم اقتراحكم اليوم كاقتراح عم بتسوقوا له نحن بالصالونات يقتطع 2 أو 3% مع الدراسة اللي عم تنعمل هلا من أرباح البنوك وتتمول الفرق الفايدة على الإسكان تنقدر نقلع، لأن ما بيأدي بس بدك استدامة، بدك أكيد ما بدك استمرارية، ما بدك تعمليها لهالسنة. اليوم اقتراح وزير المالية عم يحكي عن 100 مليار ليرة من الموازنة تبع 2019 تقدر تمول كمان هذا حال. بس كيف يعني 100 مليار من وين بده يجيبون؟ من الموازنة، يعني بيرصدوا لها من الموازنة. بس هون السؤال، كيف انت فيك تدفع شيء من دون ما يكون لك واردات؟ يعني من وين بده يجيب ال 100 مليار؟ من اي ستنا نحن عم نحكي عن يعني بس يعني من عائدات الهاتف الخلوي مثلا في يقولوا شو المصدر اليوم التمويل اللي بده يحطوها بالموازنة؟ هذا اللي عم بيسألوا الناس. اليوم تفرض ضريبة كرمال شيء محدد. ايه؟ اليوم بتعملي مش هيك قلت لك رسم من المصاريف يروح للإسكان، وأصلا المصارف عم تعمل أرباح طائلة، نحن مش ضد بس لكن بدهم يكونوا كمان مساهمين بمجتمعهم اللي هن قاعدين فيه واللي هن عم بيستفيدوا من كل هال، وأصلا رح يستفيدوا من قروض الإسكان لأنه تعرفي في الكوميسيون في المعاملات في توطين المعاش وفي يعني بمطرح ما هي في إلى مردود وصار في اليوم لازم نقول كمان أنه صار في سوق إدارة 453 ملف بمحسوبيات يعني ما سألتوا للحاكم عن هذه الملفات؟ ما سألتوا وين راحت القروض المدعومة للبعض قال إنه هو اللي أعطانا الرقم إنه صار في سوق إدارة ل 450 ملف. مين مسؤول عنهم سوق إدارة 450 ملف؟ انفتح تحقيق بهذا الموضوع. بس مين مسؤول يعني اليوم هو لما مصرف لبنان؟ ما هو لا المصرف ايه حتى مصرف لبنان إيه ما هو لما تروح تقدم طلب اسكان عند بده يمرق عبر مصرف لبنان وعبر ياخذ موافقه من المصرف اللي بدك تاخذ منه اللون، ففي اثنين مفروض هن يكونوا مسؤولين. ليه بده ينعطى هالقد قرض مدعوم من الدوله لرقم يتخطى، في منه عم بيحكوا صاروا ب 800 ألف و 600 ألف دولار اللي هي الشقه
للناس اللي قادره تدفع هذا الرقم، مش مفروض لذوي الدخل المحدود اللي بدهم شقه 180,000 اللي يوثق في المؤسسه العامه للاسكان. احنا حددنا وقتها كمان بحديثنا عن ذوي الدخل المحدود بشقه قيمتها 180,000 تقريبا 250 مليون ليره، واقترحنا موضوع المصاريف او وانا كمان اقترحت اذا بدك تمويل الاسكان من الاملاك البحريه، يعني كمان في شيء منه طبيعي انه نحن هذا الملف. بس في شيء غريب بوقت حضرتك عم تقترحه، اما يعني رسوم على المصارف اما املاك بحريه، بيكون الرد من بالاخر العقليه الاقتصاديه في البلد اللي هي الحاكم انه ضرائب مباشره على الناس. في عقليتين غريبة يعني صار الطرح. ليك كمان اقترح احد النواب بعتقد نعمة فريم يلي هو رئيس لجنة الاقتصاد، طرح عليه يكون في القروض مدعومة مثل يعني على غرار القروض المدعومة بالصناعة تجارة وسياحة، صناعة زراعة سياحة، يكون كمان في للإسكان. كان جواب الحاكم انه هول القروض هي بالدولار، وبالتالي بترتب على يلي بده يتدين الاسكان بترتب عليه فرق يعني قالنا حرام نرتب بس بدها ترفع ايه يعني ما انه حل بالنسبه لانه في موضوع الدولار. فهذا كان الحديث. بس اخذته بالاخر منه جواب انه 2019 لن نعود هناك في قروض مدعومه محدود تحديدا للاسكان بموضوع بالطريقه اللي كانت سابقا، هيدا خلص ما بقى نشوفه. يعني كل اللي الناس كانت مراهنه انه بال 2019 حترجع الرقم المقطوع المخصص للفوائد المدعومه بموضوع الاسكان رح يرجع يمشي حاله، ما حيمشي حاله بالطريقه اللي كانت من مصرف لبنان. لا من مصرف لبنان خلص يعني عنده. انا كمان يعني اليوم طب وين راحوا هول؟ وين هيدي السوم اللي كانت مخصصه للقروض المدعومه وين راحت؟ انتبه كان عم بيدعمها مصرف لبنان بس هو منه قادر بقى يكمل فيها من وراء الضغوط كلها اللي موجوده فيها. هو اصلا منه مسؤوليته يدعمهم اليوم، هو من ضمن السياسات يعني هي تنكون لو في سياسه اسكانيه لشبابنا ولا الدوله بتاخذ مشاعات وبتعمر فيها بالكلفه مثل ما بيصير بغير مطارح بالعالم وبيعطوهم قروض عليها، تكون في سياسه اسكانيه طبيعيه لشبابنا، يعني مش تكون العمليه متروكه على تجار بنا بس ومصارف بتقرر اذا بتعطي اللون او لا. يعني اليوم شبابنا ما قادرين يشتروا. انا بعرف ناس لغيوا اعراسهم، هيدي منا مشكل، اجلوا يعني انه بده كان يتجوزوا هالسنه ما تجوز. الأسوأ من هيك وهون عم بحكي عن المشكل الاجتماعي، انه في كوبل اجى لعنا تركوا، كانوا خاطبين قرروا يتركوا لانه ما قدروا، لان صاروا زمان مع بعض وكانوا هالصيفيه بدهم يتجوزوا ما قادرين. وفي ناس اليوم اخذت اوكي مبدئيه وبعد ما قبضت وعلقوا بالنص، يعني دفعوا دفعه اولى مزبوط صار هلا بينهم وبينته هلا عم بيقولوا لنا عم بيطمنونا انه كل يلي اخذ موافقه مبدئيه موافقه اولى رح ياخذ مصرياته بقى. ان شاء الله هذا الموضوع ينحل لان منه موضوع سهل وهين وبدق بشبابنا، واذا بدنا نعمل شيء نحن هي انه على القليل نخفف كميه المشاكل اللي عندنا اياها، لانه الوضع الاقتصادي ما بعتقد لبنان قطع بوضع اقتصادي أسوأ من يلي عم يقطع فيه اليوم.